من جالك أبا راح تشتري شطة الحين راح امتحن امتحان قول الجامعة. يا سيدي ربوني جن مدام يوم جاتكم فيديو جديد وفيديو راح يكون عن تحدي يوم كامل لون شيء يعني لون معين بس احنا اخترنا يعني كل واحد مننا لون يكرهه فدارين تكره اللون البرتقالي فجبرتها ان تلبس يوم كامل وتكون اكله كله باللون البرتقالي عشان حق المفرح. اما انا لون الاحمر طبعا نادين اخترت لللبس وهو حق الفاشن غيرت به بعض التغييرات ويكون حلو يعني عشان يكون حلو. المهم انه اذا حبيتوا التحدي لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتتابعوا نارين على قناتها وكمان تابعوا على الانستغرام وكمان تابعوا قناة العائلة وقناة تاسم بحط لكم في صندوق الوصف وكمان ايش في فيديو تحت في قناتي أيوة حق اللون البرتقالي وما طول عليكم يلا نروح للفيديو. بما ان اختنا بالله تكره هذا اللون فخذ الاحمر حطه لوجهك شبابك كأنها تحكم علي بالإعدام. نعم يا أخته. استني أنت أصلاً برتقالي. هيا برتقالي ما أدري كيف أعمل رأي. تحس إنه سخيف. أنا عندي على فكرة أحمر. هذا مو أحمر. هذا إيش؟ هذا برتقالي. هذا برتقالي؟ اللي إيدها. قال لك مش أحمر. أوه يا أخي ما شاء الله ما شاء الله أي حاجة تليق لي. يا شكلي يقرب. أنا اللي اخترت له على فكرة المفروض ما تربطينها ربطت البلوزة ما ينفع عشان شكله معفن ترى لا انها في كان اثنين بنطلونين قالت لا اللي اخترته زي ما اخترتيني طيب ما في غيره فهي اخترت وانا اصلا عشان الفاشن ما احب يا شكلك مو قرف حبيت انه شوية اربطه وخليه كذا يا اخي البرتقالي احلى شوف طيب برتقالة الله يقرب طماطم قال لك اكون كذا مستحيل اخرج كذا يعني من جد ما هم بيطلعوا يعني احنا اوريدي انقطع اوي جاد شيت لازم ترجعي تجيبي ماسك ثاني ولا ما في خروج شيت طب انك الحين لازم نرجع من جديد ولا سخافه يعني انا كنت بشيله اوريدي سلام والله تبغي ماسك روحي له لا البيت حلو هذا على فكرة هذا شقق كنت أحسبه بيت طلعت شقق والله تعال نشوف بتصور حقة الناسين خلينا اللون البرتقالي من جواك من برا تخيل هذا برتقالي ولا طيب هذا كويس دورنا على أغلبية حاجات لونه برتقالي وأحمر لحد ما لقينا أنا وناري في فانتا بس فانتا وبطاطيس واحد حاجات غالية أنا جوعانة ما أكلت شيء فأكيد ما راح أكل فانتا ما دخل فانتا ما راح أشرب فانتا أو BMW واو أنت كمان تعلقي على نفسك ما عتقتي نفسك ما راح أكل فانتا راح أشرب فانتا BMW شفتيها؟ لا واو المهم إنه أنا أحس إني أنا مرة موديل حتى لو أنا ألبس أعتنب شيء بس أناقة ملكة أناقة أحسن من اوريدي برتقالي يعني اكيد معفن ما بيطالعوا لي ليه؟ لانه انا اصلا قمت لبست لبس مره فاشن كذا وربطته يعني ما حد يطالعني اصلا اوريدي ما اقدر اربطه اللبس اللي لابسه لانه لبس رياضه كيف اربطه؟ ايش العباطه؟ تخيلوا ان احنا المفروض الجو لازم يكون منور بس لماذا نحن هنا؟ تخيلوا كان المفروض ان الجو يعني مره حلو بس شوفوا الوان نكرهها وجو نكرهه يعني انا من جد عن نفسي هذا الجو مره ما احبه الحين راح امتحن امتحان قبول الجامعه مثل ما شفتوا الحين بيحطوا كل شيء ويحضروا القبول ويشجعوا الطلاب عشان قبول الجامعه انا مش عارفه يعني متخوفه من الامتحان هذه السنه بس ان شاء الله اجيب درجات عاليه الحين راح نقتحم الشيجانج اوه خذي ذا احمر نكهة الطماطم القريب مرة يعشقونها يا اخي احمر انا برتقال اوه كله طماطم شوفي يعني القدر يقول لك اشربي طماطم طمطومة طميطم طماطم طمطومة طمطمطم مرة غالي اكيد يا اخي خلاص خذي طماطم طم طم طماطيمو كله طماطم شوف طماطم هناك طماطم كله طماطم لا ما راح ادور طماطم او 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 طماطم صغير
طماطم إنه صحي وغني بالكالسيوم. إنه صحي وغني بالكالسيوم. طا 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 كي خذيه يلا. أو في هناك هذاك عصير تفاح صغير. لا هو تفاح بالنهاية. أش تقولي أش وأنا أختك حرام. الواحد يبغى يرطمني للطعم حرام والله. أنا جلبان حرام عليك. تعملي فيني كده ليه؟ أنا غلبان. ده أختك. ده أختك. هاي بنفسجي والله. لا رجعي. عندك الطاقة. رجعي رجعي. لونه بنفسجي. أنت كنت تلبسي بنفسجي ما له علاقة. يلا خلصينا الوقت. يا أخي والله أنت. يلا. والله مو استفزاز. أنت لازم تواظبي. لا لا. نو نو نو. على فكرة هذا لونه أحمر مو لونه أحمر. لا. لا. لا الأحمر قطع صغيرة ما تبين. لا نو 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 لا لا انت اللي لا ما ينفع. على فكرة انا اقدر اخذ مانجو لونه برتقالي. يا كيف تستفزيني الاخت قاعدة تستفزيني. يلا خلصينا. ايش هذا؟ لا مستحيل ما جو لونه ابيض. قاعدة تدور. خذي طماطم خلاص ما في نصيبك. بالرغم اني اكره اللون البرتقالي بس طلع فيه اشياء كثيره برتقالية. يا جين عصبت 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 لبط بط. يلا خذي الطماطم وخلاص مالك مجال. خذي الطماطم طماطم 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 طماطم. هذا كله احنا على مشروب واحد. يلا خلصينا. هذا لون ابيض. حذرتك فيني جريمة. قال لك ايش ده؟ تهديد بالقتل. يلا يلا خذيه وانت ساكتة. البنت جالك ابا راحت تشتري شطة. لا عادي لو في حاجة سفرة احط فيها عشان تصير احسن. والله طلعت تفكر. ما عرفتك ما عرفتك يا سوسو. هذا اول مرة اشوفه. لا برتقالي. هذا حمراء. والله برتقالي. بالله عليكم هذا برتقالي ولا احمر؟ بالله اشتري. انا ما بحط عليه احمر. خلاص خذيها وحط عليها شطة. انا حروح اشتري شيء ثاني. يلا كذا نكون خلصنا دواتك. لا باقي. لا هذا تشيتوس برتقالي. تشيتوس بس انا ما احب الاشياء المالحة مرة كثير. قررنا ناكل راميون اخر شيء. صراحة انا باكل اوكي. خلصينا. ايش بتاكلين؟ بورتاك. ايش بورتاك؟ ذا بورتاك تشيز بورتاك. اي كوكو داشت. ايوه ذا حتاكل شيء حار مرة. يا حتشتري ذا. هذا الاخت هذا غبية. علمتها المرة الاولى ذكرت قلت مرة ثانية من كثر ما انت قهفانة. مجتهدة على الفاضي. كثير مرة حار. ايش حافظي مرتين في تحدي حار. بس زين مرة ما بتشارك فيدي من ورا الكاميرا عادي. احلى لا ورا الكاميرا ولا يحزنون. اكل كثير. اكل شمسونيه. حطوا بهذا الشكل. الناس بتقول وقفي قفي. اوه عامل زي شكلك. وجه لا هي زين كذا.
أعتقد إنه أنا وهذا أكل الوحيد. مسكينة تتعذب، هاي تحدي العذاب. أخليه يفتح لي رجع، ما قدر تفتحه صحيح. هاها وعضيك هذا يا إله فتح. شفتي قلت لك، شفتي ما تصدقني والله إن عندي معلومات بالحياة كبيرة، أنا خسارة فيكم. يا بقيني شوية، هاي ممنوع عشان تحدي يا أولا، وبعدين من ورا الكاميرا طلعت في الكاميرا وأنا أشرب. لا 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 حطت هذه مع الأندومي جوا. لا خلاص خلصت الأندومي بسرعة. هو تحدي سرعة تأكلي بسرعة الحار، وبنفس الوقت عملت تحديين يعني أنا كذا ما شاء الله علي. هذه طفاسة. لونه احمر حار من جد. انا احس انه انا اكثر شيء التحدي استحق. ليش؟ عشان عملت تحديين، وغير كذا كان عندي ضمير مره باختيار اللون الاحمر. مو ناري لو شكله اجمع يا سيا. خذا خليك خذوكم يلا شيل. لا والله شيل معايا. صدقتي قال لك عندي اخت وما اعرف ايش. يلا 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 شيل يلا بسرعه. هنا تخطو خطواتها الاولى. يا رباه يا رباه فقول قول 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 جميل جميل قول جميل. الله عليك يا ابو يجين، يملا حظكم يا ابو يجين، أنت الأفضل يا يجين. يجينة تتميلح يجينة تتميلح لح 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 يا رب، وتمسح القمامة يجينة تمسح بيتها. يا سلام يا رب، ويجينة تلتدي الجاكت. يجين يجين يمد اللحم يا يجين، يجين تمسح الماسة. يا رب خلاص يا رب. ليه بحرية هل يا يا الأجمع نارينا. بعد ما خلصنا الفيديو طبعا استمتعنا بالأكل وتعبنا كثير من جد. الفيديو مرة كان متعب، إن بالنهاية احنا نحاول نصور اكثر شيء خاص بكوريا، وكمان في شغلات ما لقيناها من الالوان اللي نبغاها، كل شيء غالي، وكان على قد الإمكان نحاول إن إحنا نوفر، وفي نفس الوقت نطبق التحدي على قدره. فعشان كذا إذا حبيت التحدي وإذا استمتعتوا في التحدي لا تنسوا تتابعونا وتحطوا لنا كومنتات تقولون لنا رأيكم، وإذا حابين نعمل زي كذا تحديات تحطوا كومنتات. وكمان ما طول عليكم، تتابعوا قناة ناريم وتشوفوا الفيديو. أكيد لازم تشوفوا الفيديو، إنها أكثر لون تكرهه حاولت تطبق على قدر التحدي، وأنا كمان أكثر لون أكرهه. طبعا أكره اللون الأحمر، أسوأ لون عندي. كمان لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وفعل زر الإشعار، وإذا حابين نستمر بهذه التحديات تقولوا لنا كومنتات. باي. Raindrop, drop top, smoking no cook in the hot box. Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.